سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد في هذه الحلقة المسجلة سنقسم الحوار إلى محورين في المحور الأول نستضيف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الوز مهندس موسى المعايطة طيب مهندس موسى مساء الخير مساء النور حقيقة في المحور الثاني سنستضيف وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري هذه الحلقة تاتي لاقتراب موعد الانتخابات البلدية وانتخابات اللامركزية وهناك عدة اسئلة حاضرة في الانتخابات في هذه الانتخابات خصوصا انها تجرى لاول مرة بهذه الطريقة المختلفة كليا حيث تجري في يوم واحد. الحقيقة معليك مع سأبدأ منك نتحدث عن انا بعرف قبل هيك صدفنا مرة ومرتين وحديثنا كان دائما ينصب في اطار اللامركزية وما هي اللامركزية. حلقة اليوم لما نحكي عن اللامركزية بنحكي مرة ثانية عن تعريف اللامركزية حتى يكون شعبيا الموضوع أكثر وصولا للمواطن لأنه لسه المواطن شوي في بعض الأحيان بكون ما عنده الصورة الكاملة شكرا 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 لك صديقي أولا يعني صحيح تعريف اللامركزية مش راح أدخل في التعريفات الأكاديمية أنا راح أدخل في ماذا تعني اللامركزية بتطبيقها حسب القانون اللامركزية لعام 2015 والذي سوف ينتج عنه مجلس المحافظات بعد انتخابات 15/8. نعم. اولا نحن مجالس المحافظات التي نتاج هذا المشروع اللي هو قانون اللامركزيه سوف يكون لها المهمه الاساسيه كيفيه زياده مشاركه المواطن في القرار التنموي، هذه اهم قضيه. فمهمتها الاساسيه ان تعد وتحضر وتقر في النهايه بالتعاون مع المجلس التنفيذي الذي يراسه المحافظ. المشاريع الاولويات المشاريع تحدد المشاريع التي تراها مناسبه للمحافظه ضمن سقف الموازنه التي سوف تحدد في موازنه الدوله ابتداء من عام 2018 نعم يعني بعد الانتخاب الانتخابات وهذه هي المهمه الاساسيه على اساس ما 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 تراه مناسبا من على ارض الواقع وتحضر وتساعد في وضع دليل احتياجات المحافظه تبحث كيف إمكانية مع الجهات المعنيه الاخرى خلق فرص للاستثمار من اجل خلق فرص عمل داخل المحافظه نعم آه آه هذه مهامها الاساسيه بالاضافه لبعض المهام الاخرى منها التشاور مع المجلس البلدي وغير ذلك فاذا هذه المهمه الاساسيه لاي المشاركه في صنع القرار التنموي وهذا يفيد كثيرا في المصر لانه جرت العاده انه يصبح كان القرار ياتي من ضمن آه في, في المركز الحكومة تقر ماذا تريد من مشاريع لتنمية المحافظات حاليا المحافظة نفسها هي التي تقرر ناسهم هم الذين سوف يقررون وهذا يساعد كثيرا لأنهم دام قرروا عليهم أن يتحملوا مسؤولية قرارهم وأن يتابعوا تنفيذ هذه القرارات كان في السابق يقال أن الحكومة مقصرة في هذه المحافظة أو تلك المحافظة وأن أعطت هذه المحافظة أكثر وأنه كان مشروع هون وراح لمحافظة أخرى لا مشروع عندك أنت اللي بتقرره وأنت اللي بتتابع تنفيذه هذه قضيه هو انت بتكون مسؤول عنه من السهل وانا بعض... ايضا من السهل انك تعمل انت تمنج زي ما بيقولوا اموالك يعني في البيت عندك لما تعطي ابنك يعني اولادك مصروف محدد مصروف مفتوح ممكن ما يعرفوا شو الاولويات لما يكون هناك مصروف محدد له نعم. ضمن هذا الاطار بيختار اولوياته المحدده طبيعي اقر مجلس الوزراء اه قبل في الجلسه السابقه اه اليه وضع الموازنات للمحافظات على اسس واضحه وشفافه وهذه قضيه مهمه بحيث لا تكون مزاجيه، في اسس في نسبه قد تكون مش حافظ النسب لكن نسبه معينه لعدد سكان المحافظه، نسبه لمساحه المحافظه، نسبه مهمه لمستوى البطاله والفقر داخل المحافظه وما تساعد ونسبه للتنميه، فاذا هناك نسب محدده على اساسها سوف يتم تحديد موازنات يعني مش عدد سكان هو الحل اللي هو النسبه الاكبر ها مش عدد السكان راح يكون النسبه الاكبر سوف تكون هناك نسب زي ما قلت مت... تقريبا متساوي عدد السكان شيء اساسي بس لكن بسمعني. هناك ال... القضايا الاخرى برضو انا بدي اسالك معلش اسئله الناس اليوم حتى تكون اكثر وضوحا نتحدث في في اللامركزيه لدينا مجلس تنفيذي ومجلس محافظه صحيح. دور المجلس التنفيذي ما هو؟ دور مجلس المحافظه ما هو؟ التنفيذي هو مجلس معين هو يعني زي ما أو... كل... او مناصب محدده والمحافظه مجلس منتخب دور المجلس التنفيذي هو المستشار الفني يعني زي ما بقولوا مجلس تنفيذي مكون من المحافظ له نائب متصرف نائب المحافظ ومدراء الدوائر في المحافظه، مدير تربيه، مدير صحه، مدير اشغال وثلاث مدراء تنفيذيين للبلديات الكبرى من اجل ان يكون لهم دور ايضا في يعني في في القضايا هاي. مجلسهم ان يوصي ويدرسوا بالمشاريع. هم يوصوا ويدرس المشاريع من نواحي فنية كمان ما هو مهم ومجلس و ومجلس المحافظة المنتخب بأغلبيته لأنه ما أقدرش أقول كله منتخب 85% منتخب و15% تعيين هو الذي يقرر ماذا يريد يعني ممكن يضعوا له عدد كبير من المشاريع أو مشاريع أو هو يطرح عليهم هذه المشاريع هناك ناس يعني هناك في حاجة إلى فنيين مختصين عند تحديد تكلفة مشروع مستشفى مشان اقول انا عندي موازنه 100 مليون 50 مليون بدي اصرف 10 ملايين قديش بتكلف المستشفى؟ فبدك ناس فنيين وهو الذي يقررها هو يعني وفي النهايه القرار الرئيسي وهو الذي يقرر مجلس المحافظه. يعني مجلس المحافظه هو صاحب القرار الرئيسي، مجلس المحافظه والمنتخب المنتخب، هناك توضع التوصيات في في, في 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 اي اي جهه هناك جهات فنيه واداريه تساعد وفي النهايه القرار تنسب القرار <applause> تنسب وتوصي والقرار النهائي لمجلس المحافظه المنتخب فالاساس هو مجلس المحافظه الاخرى لانه في انطباع للناس سابقا ان احنا مجلس استشاري اللي برأسه المحافظ موجود في جزء بكون فيه من المدراء الدوائر وجزء ايضا من المجتمع المدني وهو الذي بيقرر ويراسه المحافظ لا هذا مش هو الذي بيكون كمان كان في زمان تخصص لتنميه المحافظات مبالغ معينه في كثير من الاوقات كان المجلس يعني لا تصرف تبقى موجوده يعني ما تم صرفها بشكل صحيح بشكل صحيح اي لا يكون هناك عمل هلا لا راح يختلف وايضا ضمن اليه الموازن هاي ايضا الموازن راح تكون موازنة المحافظات اكبر من او يعني واضحه ومحدده واكثر من اول طبعا هذا لا يعني ان هناك مشاريع كبيره للدوله واللي مسؤوله عنها الحكومه المركزية أيضا المحافظات تستطيع أن تقيم مشاريع مشتركة بينها وبين محافظات يعني محاذية لها بالتنسيق والتعاون حول مشاريع يتقاسم تكلفتها حسب شو المشروع اللي ممكن يفيد جهتين يعني المحافظه خلينا نقول محافظه الكرك والطفيل المتجاوره قد يكون هناك مشروع مشترك يفيد الجهتين ويقيمونه بناء على تنسيب منهم ودراسه فنيه مقدمه من المجلس التنفيذي. طيب هذا المجلس التنفيذي <applause> هذا مجلس المحافظه اللامركزيه ستجري انتخاباتها ب 15 اب <applause> المقبل. الحقيقه ايضا هناك في سؤال مهم عن ادوار ذكرت الادوار الموجوده لكن هناك تداخل في الصلاحيات الحديث المستمر انه هذا شو دوره وهذا شو دوره وعندنا مجلس بلدي وعندنا مجلس محافظ وعندنا مجلس تنفيذي وانه هاي ارباك راح تصفي وفي مجلس نواب خلف كل ذلك ومجلس وزراء ومن ثم يعني كثرة المجالس ما اظن يعني هلا عندنا في مجلس الوزراء في مجلس بلدي وفي مجلس نواب زياده مجلس المحافظه وكان في مجلس محافظه استشاري المجلس الاستشاري اللي ما كان له قوه زي المجلس فعمليا ما زياده كثير المجلس البلدي والبلديات صلاحياتها بقيت كما هي سوف تقوم بعملها التي كانت تقوم به منذ عشرات السنين ممكن زادت صلاحياتها في القانون الحالي، فاذا واضح مجالس البلديه مسؤوليتها عن عن كل الخدمات، مجلس محافظة ما له الخدمات، ما له في التعامل اليوم، ما عنده اليه تنفيذيه، لن يقوم بمهام تنفيذيه زي ما بتقوم فيها المجلس البلدي المنتخب في الخدمات اللي بيقدمها مختلف الخدمات ومختلف اعطاء التراخيص والمسؤوليه عن عن المدينه او عن بلديته يعني زي ما كان اول هو المسؤول مجلس المحافظة قلت له دور في إقرار المشاريع والوضع التنموية وهذا مهم دليل الاحتياجات للمحافظة هذا مهم كيفية خلق فرص استثمارية طبيعي هذا بدي يساعد فيه كمان ممكن يتساعد مع المجلس البلدي لكن هو الذي كيف ممكن خلق فرص استثمارية ومشاريع استثمارية من أجل مساعدة في, 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 في خلق فرص عمل فهذه هي المهام الأساسية لهذا المجلس لا يوجد تداخل كما قلت مجلس النواب موجود مجلس النواب معروف صلاحياته مجلس النواب هو الجهه الوحيده بالتعاون مع الحكومه الذي يقوم بالتشريع. وهو جلالة حسب الدستور وجلاله الملك هو الشريك للسلطه التنفيذيه والتشريعيه في قضيه السلطه مجلس يعني التشريعيه والتنفيذيه في اقرار القوانين وكلها. مجلس النواب هو الجهه المسؤوله عن مراقبه ومحاسبه السلطه التنفيذيه، سوف تبقى كما هي، ما الها دور، المجلس البلدي ما له دور في المحاسبه والمراقبه. ونفس الشيء مجلس المحافظه عشان نكون واضحين يعني، فاذا واضح شو هذا هي خطوه اولى نحو تطوير لا مركزيه في المستقبل اكثر فاكثر، واحنا في الاردن يمكن تعلمنا وبالفعل هذا النهج اللي قمنا فيه ان نبدا خطوه خطوه بالتدريج وهذا ما ساعدنا على التقدم للامام بدون ان يكون هناك مفاجات لا يحسب حسابها او ارتجاجات قد تؤثر علينا. معلي بحب اسمح لي اسالك سؤال هون في 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 دائما سؤال برضه يتداول اللي بده ينجح في اللامركزيه عنده امتيازات نمر حمراء رواتب صراحة ثلاثة <applause> يعني يعني سؤال الاردنيين دائما بيسالوه في كل الندوات او اللقاءات اللي شاركت فيها هل هناك امتياز في نمر؟ طبيعي في بعض الناس ما بيعرفوا شو النمر، النمر هي يعني كانت تاخذ كانه اعفاء ميزه انك تاخذ اعفاء جملك، لا لا يوجد لانه هذه مش موجوده يعني، لا يوجد امتيازات لكل اعضاء المجل... لا المجلس لا لمجلس الوزراء وما يتقاضاه حسب النظام من رواتب مجلس النواب والاعيان نفس الشيء ما في سيارات ما في اي شيء هناك مكافآت سوف تكون لاعضاء المجلس ورئيس المجلس وتحدد هذه المكافآت وتتناسب مع حجم العمل الذي يقوموا فيه خلينا نكون يعني واضحين فيها هلا ما في امتيازات اخرى ما هو المقصود بالامتيازات يعني ما راح يكون في امتيازات اخرى اعضاء المجلس البلدي يعني خلينا ناخذ مثال مجلس البلدي مجلس البلدي رئيس المجلس البلدي يتقاضى راتبا وهو متفرغ تقريبا م. وإلو يعني بعض اعضاء المجلس البلدي يتقاضون مكافات عن الاجتماعات واللجان التي يقومون بها، ما لهم اي امتيازات اخرى, أخرى. يعني ومجلس المحافظه سوف يكون بهذه الطريقه وسوف يتناسب حجمه مع حجم العمل، ويعني لانه كما قلت حتى هو ما عنده عمل يومي تنفيذي يتابع زي مجلس البلدي. مجلس الـ هو عنده اجتماعات تقرر المشاريع وهذه الاجتماعات اقل من اجتماعات المجلس البلدي. ومجلس الوزراء في النهايه سوف يقر حجم المكافاه آه لسه التي سوف ما أخذت فيها قرار هي لسه, لسه لحد حجم المكافاه لكن اكيد قريبا سوف تحدد حجم المكافاه اللي اللي, اللي 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 سوف تصرف لعضو مجلس المحافظه طب تسمح ارجع في وخاصة بدي اقول شغله كمان أرجو. حتى مجلس هناك السكرتار يعني ما فيش عندنا موظفين لان الموظفين اوريدي موجودين ان مديريات التنميه في المحافظات حسب القانون ها حسب قانون المركزي هم الذين سوف يكون بأعمال الأمانة عام أمانة أو أمانة سر المجلس وهي سعود المجلس في القضايا الإدارية والتنفيذية والمشاريع اللي هي مديرية التنمية في كل محافظة موجودين في المحافظة م. وهم بدأ تدريبهم منذ فترة ومستمر تدريبهم من أجل القضايا هاي طب هي. تسمح لي أرجع في موضوع الصلاحيات وانتم أنتم أجرتوا ليش أنا بنحكي بس أنا امتيازات يعني أنت هذه يعني هذا هو مشروع أكثر ما هو يعني لا يتطلب تفرغ كامل إذا كان في القطاع الخاص في القطاع الخاص إلا في القطاع العام عليه أن يستقيل لأنه لا يجوز أن يكون موجود في نفس الوقت وأيضا هو مشروع هو عمل تطوع في النهاية هو عمل لخدمة الوطن وهو أيضا عمل يؤهل المواطن اللي بيدخل هناك للمستقبل إذا نجح فيه لتحقيق طموحات أخرى فبدي يكون المكافأة حسب ما يقوم به من عمل ارجع لاطار لأ الصلاحيات وراح اسالك في اللقاءات شو كانت ابرز الاسئله اللي توجهكم وراح اورجيك اراء ناس واسئله ناس الحقيقه لكن اذا مجلس تنفيذي اليوم اقر آآ آآ مدرسه ومجلس المحافظه قال لا بدنا مركز صحي صاحب القرار هو مجلس المحافظه واذا اختلفوا حسب القانون تشكل لجنه مشتركه متساويه العدد بين الجهتين يراس اللجنه رئيس مجلس المحافظه المنتخب وفي حاله التساوي بالاصوات صوت الرئيس مرجح النهاية نوصل انه المرجح هو مجلس المحافظة المنتخب تسمع اراء الناس؟ تفضل بعد اذنك نستمع الى اراء المواطنين مشاركتي في في الانتخابات فهي ضرورية حتى يصل الشخص المناسب الى الموقع المناسب بالنسبة للمجالس البلدية احنا جربناهم وما سووا اي شيء نهائياً هل انا ما بدي انتخب المجلس البلدي بيستاهل يعني يستحق انه يكون رئيس ومميز و... وقد المسؤوليه بنتخبه ليش بنتخبوش يعني بالنسبه للعمليه الانتخابيه كويسه يعني بننتخب ناس بس يكونوا يفيدوا البلد يفيدوا القرى اللي احنا فيها انا ساكن بقرية حواره حواره زي ما شوارعها كلها منتيه ورحت على رئيس البلديه على بلديه اربد الكبرى وكان لي روح ان شاء الله بس يجي شو اسمه تزفيت من زفت لكم واحنا بنشارك يا يعني عم العمليه الانتخابيه بنشاركها لازم نشارك يعني انا بدعو كل مواطن انه يشارك بالانتخابات البلديه لانه هذا يعني منفعه لاربد قبل ما تكون منفعه منفعه شخصيه. ان شاء الله راح نشارك بالعمليه الانتخابيه لانه هذا واجب وطني. اول شيء هذا حقي إنه نشارك وحق كل مواطن اردني انه يشارك في الانتخابات البلديه، واحنا بهمنا انه يكون عندنا رئيس بلديه ممتاز وينفذ مشاريع ويشتغلنا شغل كويس لمحافظه الكرك. سمعت الى وجهه النظر في المشاركه في الانتخابات وانا اليوم بس عن المشاركه الشعبيه، اجريت عدد من اللقاءات؟ احنا وزاره الشؤون السياسيه بالتعاون مع شركائها من الهيئه المستقله والوزارات الاخرى لحد الان تم عقد 143 لقاء بالضبط، لحد اليوم 143 لقاء مباشر في مختلف بلدات المملكه الاردنيه الهاشميه من الشمال لجنوب مش في المدن الرئيسيه في البلدات في القرى في المحافظات في الارياف في الباديه عقد لقاء لشرح هذا القانون ايضا في الجامعات ومراكز الشباب ومع الشباب فاذا بالاضافه لهذه اللقاءات فهناك لقاءات مستمره في هذا الموضوع اصبح انا اعتقد يعني لسه المستمره لحد ما الاشهر القادمه فهذه اللقاءات ساعدت في تفهم في الاجابه على الاسئله الاساسيه الاسئله الاساسيه هناك دائما دور ماذا سوف يقوم مجلس المحافظة المنتخب شو دوره هاي اللي سألناه وجبنا عليه سؤال الثاني هل هناك فائدة للمواطن يعني سؤال طبيعي أي مواطن بيسأل إذا في مشروع جديد بغض النظر شو هو بدي يقول هل يساعد في تغيير وتحسين مستوى حياته أنا أعتقد كنا نجيب يعني الإجابة هي أنه سوف يساعد لأنه هو الذي سوف يقرر خياراته لمصلحته الأساسية وهناك زيادة سوف يكون من الدعم اثنين كان يسألوا عن الامتيازات كما قلت والتكلفة وهل هناك تكلفة إضافية على الدولة في هذا المشروع وكنا نقول هناك تكلفة قليلة جدا لأنه كما قلنا المكافآت فقط لن يكون هناك موظفين جدد لن يكون هناك بنية كبيرة لأنه معظم المراكز سوف تكون في المواقع لمجلس المحافظات في مراكز ومباني موجودة عند الحكومة لأنه بحاجة في الأساس إلى غرفة لرئيس المجلس غرفة للسكرتاريا غرفه قد يكون للجان ومكان للاجتماع اذا كان عددهم واسع يعني هاي لانه ما عندهم كما قلت عمل يومي نهائي اه هذه هي القضيه فهاي الاسئله اهم ليس طبيعي كان يسالوا عن النسب اه مشاركه المراه اه قديش نسبه المراه التعيين كيف يتم التعيين قبل او بعد ولماذا التعيين ومن يقرر التعيين 15% وكنا نجيب الاجابه واضحه ان التعيين جاء من اجل ان يكمل اذا كان هناك في في يعني بعض مكونات المجتمع مش موجوده ان يكمل بعض الخبرات مش موجوده ايضا ان تكون موجوده وسيقوم مجلس الوزراء على اساس موضوع اختيار هذه الخبرات او مكون من مكونات المجتمع اللي المحلي اللي موجودين بس, بس صحني معالي ابو حابس احنا بنحكي هذه الانتخابات نريد منها ان نشجع الشباب على المشاركه هلا بدي احكي قضيه مهمه يعني واهم شغله انا بعتقد هذا المشروع بالذات مجلس المحافظات هو مشروع للشباب اولا سن القانون يساعد حنا سن الترشح هو 25 عام وكنا نسال دائما نطالب الشباب ليس ان يشاركوا في الانتخاب فقط كما كنا نقول في الانتخابات النيابيه بل ان يترشحوا انا اعتقد هذا المشروع هو للشباب يعني بتأمل وناشد المجتمع أن يدفع بأكبر عدد من الشباب ليكونوا ليشاركوا في هذه الانتخابات وأن يصبحوا أعضاء مجلس محافظة لأن هذا المشروع بالأساس هو مهم جدا لمستقبلهم هو الذي يساعد على تحديد مستقبلهم وخلق فرص عمل وغير ذلك والشباب معروف دي شعيد نفس أن الإمكانية عنده على التغيير والتفكير خارج الأطر إحنا نعرفه هو الشاب عنده إمكانية التغيير عنده إمكانية للرؤية للمستقبل لهذا أتمنى أن يكون هناك أكبر عدد من الشباب أن يشاركوا في الترشح وأن يصبحوا أعضاء مجلس محافظة نريد التغيير، هذا المشروع هو مشروع جديد للتغيير، للتغيير والتغيير هو أساس الشباب، وفي كل العالم نشوف احنا الشباب لهم دور، وليس صحيحا أننا في الدولة الأردنية أو المش... لا نريد شباب من كم يعني في حكي أنه يا عمي وين دور الشباب بنحكي عن شيء، لا بدنا الشباب نشوفهم هلا هم عندهم الكره ملآهم خاصه ان تكلفه المشاركه في الانتخابات مش زي المشاركه النيابيه انا بحكي عن مناطق صغيره محدده تكلفتها الماليه ومطلوب دعم الناس للشباب لانه هم اللي راح يساعدوهم يغيروا من نمط الحياه ما اذا جبنا نفس الوجوه يعني ممكن ما يصير في اي تغيير في فرق بين مجلس النواب ومجلس المحافظه مجلس المحافظه نحتاج الى الشباب في مجالس المحافظه حتى يكون في تفكير من خارج الاطر العاديه بالضبط خارج الصندوق يعني خارج الاطر التقليديه عشان بلاش كلمه خارج الصندوق صارت تضرب على الوتر لا لا مضبوط صحيح بلاش فاذا بدنا نفكر خارج الاطر العاديه نحتاج الى الشباب لكن من خلال لقاءاتك هل لمست فعليا ان هناك اندفاع رغبه لدى الشباب في المشاركه في هذه العمليه والله ترشيحا على اقل تقدير لحد الان ما بقدرش اقول 100% انه لقد لكن واضح انه اصبحوا لما نوجه هذه الرسائل يتفهموا هذه القضيه وهو انا شفت شباب يعني في اللقاءات بدأوا يستعدوا للترشح في هذه الانتخابات وكما قلت هو لا يحتاج للتفرغ إذا كان يعني الشاب يعني إذا كان في القطاع إذا كان مهندس أو محامي أو لو مصلحة صغيرة أو مزارع أو أي شيء يستطيع أن يشارك ما بده تفرغ فهو ما بد... هلا في قضيه صحيح العاملين في القطاع العام والبلديات طبيعي لا يجوز الجمع بين ال... طبعا آ... اللي يجب عليهم ان يستقيلوا يقدم استقالته قبل 15 يوم من تاريخ التسجيل لكن الاساس مهم جدا انه إن... إن الأشاء... الشباب انه يكونوا موجودين انا اعتقد وهذا مش بس الشباب احنا نطلب من المجتمع دعمهم احنا لازم ندعمهم يعني تتوقع الاكبر تتوقع سنة. من خلال من خلال ما ما, لمسته في اللقاءات ان هناك ستكون هناك مشاركه شعبيه جيده في اللامركزيه اتوقع اتوقع اولا في اللامركزيه والبلديات خاصه نحن نتكلم عن انتخابات في يومين واحد ولحد الان حتى سياسيا لاحظ كل الاحزاب السياسيه بدات تستعد ولا يوجد كلام عن اي كما كان يجري يعني في في, في السابق على الانتخابات وهذا بيعطي دفع الناس يعني واضح جدا انه يريدوا ايضا ان يساعدوا في تغيير وفي التطور الامام مشان هيك بنشوف انا متاكد انه راح يكون اقبال اكبر بكثير على المشاركه في الانتخاب وايضا في الترشح سواء للبلديات خاصه البلديات البلديات اهم وهذه المجالس الاداره المحليه اللي بنسميها اهم مؤسسات تمثيليه مباشره للمجتمع نعم. لان هي تقد هي المسؤوله عن تقديم الخدمات هي المسؤوله عن واضح جدا التو... انا بدي اشكرك كل الشكر معالي ابو حابس شرفني بحضورك